نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فدا مصر، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة بحضور كافة فئات وطوائف المجتمع. واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها بعيد الشرطة 72، حيث نظمت معرض عيد الشرطة 2024 تحت عنوان فدا مصر، والذي شهد مشاركة واسعة من كل فئات وطوائف المجتمع المصري، من منطلق أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، وهو فرصة لإظهار المجتمع تقديره للشرطة وجهودها الأمنية. قول كل سنة وإحنا طيبين، وربنا يعيد الاحتفالات على مصر بكل خير وسلام ورفاهية. الداخلية اليوم تجمع كل طوائف الشعب تحت مسمى واحد، ألا وهو إيه؟ ألا وهو محبة الأوطان. إحنا بنشكر الوزارة على جهودها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وجاهزية أفراد الشرطة كل وقت على مدى 24 ساعة. بسعد جدا بوجودي في هذه الاحتفالية لحتى نرى الجهود المبذولة من قبل الشرطة المصرية. شاركت في الاحتفالية فرق موسيقات الشرطة بمعزوفاتها الوطنية، كما تم تقديم عروضا متنوعة للخيالة التي أظهرت مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد، وقدمت الإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة بعضا من البيانات العملية لمشاركاتها في المداهمات الأمنية. أشكرهم على المجهود الكبير اللي عاملينه لأمن واستقرار مصر. كان يوم حلو قوي النهارده، وانا اتبسطت قوي قوي. انا بحب مصر وبحب الشرطه عشان هما بيحمونا، والنهارده لما شفت الضابطات اتمنيت لما اكبر ابقى زيهم عشان احمي البلد. شارك في المعرض كافة قطاعات وزارة الداخلية بمعداتها وأدواتها الحديثة المستخدمة في أداء المهام الأمنية المتنوعة، والتي تؤكد على حرص الوزارة على مواكبة التطورات الأمنية المعاصرة في كافة مجالات العمل الأمني. مبسوطة النهاردة إن أنا جيت وشفت المعدات والأجهزة اللي الشرطة بيستخدموها. أنا مبسوط جدا إن أنا موجود هنا. كل سنة وطيب من رئيس الجمهورية فتحي السيسي، أنا بحبك. تحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. سيارات الأحوال المدنية المتنقلة كانت حاضرة في المعرض، والتي تؤكد على مدى التطور في الخدمات الجماهيرية، وكانت فرصة لبعض الحضور لاستخراج بطاقات الرقم القومي. لقيت عربية الأحوال المدنية متنقلة، فعملت البطاقة في ثلث ساعة واستلمتها. شفنا تطوير يعني كبير جدا في الأحوال المدنية، وفي كل حاجة الشرطة بتحاول إن هي توصل لنا كل الخدمات بطريقة سهلة. تشهد وزارة الداخلية تطور ملحوظ في كافة خدماتها في قطاع المرور، في الأحوال الشخصية، وفي تعاون دايماً كل هدفه هو خدمة الشعب المصري الحبيب. ده طبعاً بيحقق معانا الولاء والانتماء للوطن، إن هم بيعرفوا قد إيه الشرطة حريصة على حمايتهم. المعدات تحفة، التطور جميل، التنظيم عالي جداً. شاركت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في المعرض بمنتجاتها المتنوعة، كما تم عرض منتجات قطاع الحماية المجتمعية، وهي نتاج جهود نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. اللي أنا شايفاه النهاردة ده يدل على التطور والتقدم في التكنولوجيا الحديثة بالنسبة لوزارة الداخلية. أوجه كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذا الاحتفال 72 لعيد الشرطة، بكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر طيبة وبخير. احنا النهاردة لمسنا بإيدينا وجود رجل شرطي عصري يليق بالجمهورية الجديدة. أشكر وزارة الداخلية على الأمن والأمان اللي بيقدموه لينا، وأنهم موجودين في كل حتة. أوجه رسالة شكر للسيادة الرئيس ووزارة الداخلية اللي هم محافظين على الأمن والأمان بتاع الدولة، واللي هو كل يوم ويوم تطور مستمر. تسابق الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة، وكذا الآلات والمعدات لتسجيل هذه اللحظة المهمة من مشاركتهم الشرطة بعيدها، مقدمين التهنئة لهم والإشادة بالتضحيات وبما تحقق من أمن واستقرار. كلنا
كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. شكرا لكم، شكرا حماة الوطن. فخور ان انا والدي الله يرحمه كان احد رجال الشرطة. قد ايه يعني الواحد وهو قاعد بيحس بالاطمئنان وان هو عايش في امان واستقرار اكتر. انا مبسوط النهاردة عشان العروض اللي انا شفتها النهارده، خاصه عرض الخياله وعرض الكلاب. النهارده شفت حاجات كتيره حلوه وجميله وتطوير جميل. انا مبسوطه قوي النهارده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر. معرض عيد الشرطه هو تاكيد على المشاركه المجتمعيه في عيد الشرطه وفرصه لاظهار مدى التطور الذي تشهده كافه قطاعات وزاره الداخليه لتقديم خدمه امنيه وجماهيريه أفضل للمواطنين. كل سنة وشرطة مصر طيبة. كل سنة وانتم طيبين. تحيا مصر يا سيسي. مشاركة فاعلة من كافة فئات المجتمع الاحتفال بعيد الشرطة من خلال معرض عيد الشرطة الذي أقامته وزارة الداخلية والذي تهدف من ورائه إلى استعراض كافة المعدات والأدوات التي تستخدمها الشرطة في أداء المهام المكلة إليها بكل كفاءة وفاعلية. فالشرطة المصرية لديها من القوة للتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون، وهو ما تحرص عليه الوزارة وتستعرضه هنا في معرض عيد الشرطة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.